بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده احنا هنشوف الجزء الأخير من البراكتيكال الخاص بالتشيبسك، واحنا هنا هنتكلم عن الموتيف أناليسيس. مبدئيا كده انا محتاج اكون على الداتا دايركتوري كالعادة، تمام. اول خطوة عشان اشتغل على الموتيف أناليسيس، انا عندي فايل اصلا كان حصل له جنريتنج وانا شغال على الماكس 2، كان اسمه البيك سامتس. البيكس صميد ده او سامتس اللي معناها القمه بتاعت البيك موجوده فين، تمام. طبعا هو بيز بير واحده، ده يعني هي دي قمه البيك. الملف ده هو خاص بالجزئيه دي بس. انا المفروض ان انا هبدا ان انا اعمل له سورتنج. ده اول امر انا هعمله. ليه انا بعمل الكلام ده؟ انا بعمل الكلام ده عشان عايز اعرف الجين او البيز بيرز اللي بتكون الموتيفز بتاعتي للبيكس اللي موجوده. انا دلوقتي عندي بيكس ظهرت من النارو بيك دهيت، الملف اللي كان عندي الفايل بتاع النارو بيك، عندي بيكس ظهرت بيحصل فيه عندها، عندي البيكس دي بيحصل بايندنج سايت، في بايندنج سايت يعني البروتين بتاعي بيعمل بايندنج مع الدي ان ايه. انا عايز اعرف الشكل بتاع الدي ان ايه هنا، يعني البيز بيرز اللي موجوده هنا التتابع بتاعها بيكون شكله ايه وايه اللي ثابت فيه. يعني البيكس دي هو نفس البروتين بيرتبط في اكثر من مكان على اكثر من جين، تمام. فبالتالي انا عايز اعرف ايه الشكل الجيني او التتابع الجيني اللي دايما البروتين ده بيرتبط بيه، تمام. فانا هعمل ده ازاي؟ زي ما قلنا بالبيكس صامت اللي احنا طلعناها دهيت من الماكس 2 واحنا بنعمل الكول بيكنج او بيكنج كول، تمام. فهعمل اول حاجه اعمل سورتنج للفايل ده عشان ارتبه من السكور بتاعه من الادنى، من الاعلى اسف للادنى. فنبدا نعمل سورت، تمام. ماينس كي 5 كي ساين كي سمول، تمام. الملف بتاعي هو السمت سبيت، تمام. وعايز اعمل له سورتنج ماينس ان ار دي اختصار اللي هي النمبر رينج، تمام. فهعمل له باكس او الاسم الملف بتاعي يعني باكس 5 سمت دوت بيت، تمام. وبقول له طلعه لي في سورتد، هيبقى باكس برضه 5. باكس 5 اندرسكور سمتس دوت سورتد دوت بيت. كل اللي انا بعمله هنا انا بعمل سورتنج الملف بتاعي، تمام. اتاكد ان كل حاجه تمام واقول له مش هياخد مني وقت، وهيبقى طلع يعني الملف بتاعي. فانا ممكن اعمل له ليس وبعدين اشوف هو موجود ولا مش موجود، واتفرج على شكله ايه اللي حصل فيه. باكس 5 اندرسكور سمت سورتد، وبص على البيت. خلينا ناخد الهيد كفايه. تمام، ادي شكل بعد ما حصل له سورتنج. هنلاقي هنا السكور هنا اعلى حاجه 293، تمام. وبعد كده بدأ ينزل ينزل ينزل، فبالتالي انا بكتبه تنازلي يعني من الاعلى للادنى، تمام. كده بعد ما عملت السورتنج انا عايز اعمل بقى اعمل فلترنج للسورتد فايل اللي انا عملته ده، بحيث ان انا عايز اخد اعلى 300 بس، انا عايز اخد اعلى 300 وبس اخليه يبقى موجود فيه بدل ما هو بيز بير واحده، انا عايز 60 بيز بير، تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ الرينج بتاعه بدل ما هو لو احنا صرحنا اي واحده من دول هنلاقي هنا مثلا 607 هنا 608، هي هنا بيز بير واحده. انا عايز يخليه المساحه بتاعت الموتيف اللي بيدور عليه مثلا او السيكونس بتاعتي تبقى 60 بيز. هعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له بالاوك كوماند، تمام. اوك لان هو ده اللي هيعمل الفلترنج. برضه بدل ما نقعد نكتب كتير خلينا ناخد البتاع هنا كوبي بيست عشان ما نقعدش نطولش في الفيديو قد ما نقدر، نحاول نختصر. نقول مع سي واعمل هنا شيفت كنترول مي مع في كده نزلت الحاجات التانية. كنترول مع سي برضه، ودي هنا
هو اللي هو شيفت كنترول معلي. هننزل بس الأوكي دي عشان احنا كده لخبطناهم. كنترول مع ايه يجيب لي الأول السطر، تمام. أرجع كده خلاص. أنا بقول له نفس الفكرة، أنا عندي فايل اللي هو الإف إس ده، الفايل بتاعي ده تاب ديليمتد، والأو إف إس ده اللي هو الأوتبوت بتاعتي عايزه برضه تاب ديليمتد، يعني مفصول الكولم مع بعضها بتاب. الـ NR تمام اللي هي النمبر رينج بتاعي هيكون أقل من 301، يعني هات لي أول 300، ده معناه إن أنا هات لي 301، ويطبع لي الكولم رقم واحد والكولم رقم اثنين اللي هو ده تمام، بس ناقص منه 30، والكولم رقم ثلاثة زود عليه 29، فبالتالي يبقى عندي الرينج بتاعي 60 بيز بير تمام. كل اللي نعمله بقى ان انا اقول له ايه، انتر تمام، مش شرط اوصل للاخر يعني تمام. هو كده عمل لي الملف اللي انا عايزه. انا من ls، خلينا نعمل ls برضو تمام، الباكس 5 underscore summit، وبعد كده مش underscore summit آسف، هيبقى underscore top 300 تمام، 300 ونقول له خلينا نجيب الهيد برضه كفاية، أو خلينا كله لأنه عادي مش مشكلة تمام. هنبدأ عرضهم كلهم كده من الأول للآخر تمام. دول أول 300 عندي تمام، حركت من الأول. طيب كده انا عندي الباكس البيكس بتاعتي اللي هو الباكس 5 بتاعت البيكس، البيكس بتاعت الباكس 5 اعلى 300 موجودين عندي في 5. فانا عايز اشوفهم بقى، اعمل كومباريزون او الاينمنت مثلا، اسميها كومباريزون افضل دلوقتي، مع عشان اجيب السيكونس بتاعتي، اسيب السيكونس او الرينج اللي من 60 بيس بير دول اطلعهم. هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل ان انا هفك الضغط بتاع انا عندي الجينوم موجود اللي هو الاتش اس 19 ده موجود على فولدر جينوم تمام، او دايركتوري جينوم. هنروح على دايركتوري جينوم ونشوف هو موجود ولا لا، نقول له ls، هنلاقيه هو هنا ده تمام. انت في انا فكه، انا فكيته قبل ما ابدا الشغل يعني تمام. فانت هتعمل الخطوه دي، لو هو مش مفكوك عندك، هو في الغالب هيبقى مش مفكوك عندك، انت تعمل الجي انزيب وتفك الضغط بتاعه بالطريقه دي، هيتفك معاك عادي. لما يتفك هيبقى بالطريقه دي. الامر الثاني ان انا محتاج اعمل له بعد ما فكيته ان انا اعمل له اندكسنج. اعمل له اندكسنج ازاي؟ اعمل له بالسام تولز، ولانه هو فاستا فورمات مش بام، فانا هعمل اف اي على انها فاستا، يعني اختصار فاستا او بدايه الفاستا، وعايز اضيف عليها اللي هي الاندكس اي دي اكس. ده معناه ان انا بقول له ده فاست، اعمل لي اندكس للفاستا فورمات اللي انا فكيته من شويه اللي هو فيه هنا. انا مش محتاج ان انا اكتب جينوم لان انا عندي جينوم، اقول له اتش اس نكملها 19 تمام. هيبدا يعمل لي الاندكسنج بتاعي تمام، اقول له ال اس، هنلاقي هنا ظهر هو برضو انا كنت عامله قبل كده، فعشان كده هو عمل ري رايت عليه وطلع يعني. الخطوه اللي بعد كده ان انا بعمل خلاص الجيت فاستا بقى، عايز اطلع الفاستا الخاصه بالسامتس اللي عندي 300 اللي عندي دول. فاللي بيعمل الكلام ده هو البيت تولز جيت فاستا، امر يعني ستريت خالص، هو جيت فاستا تمام. بقول له الفاست انبوت بتاعي اللي هو ماينس اف اي هو الجينوم. انا عندي الجينوم دلوقتي صح؟ انا مش عايز برضو، خلينا انا دلوقتي على الجينوم، يعني ممكن اشتغل على الجينوم عادي، بس انا خلينا مش عايز الدنيا تتلخبط ويحصل قلق معاكم، عشان ما حدش يتلخبط. خلينا على انا ارجع على وركينج على الدايركتور بتاعي اللي هو الداتا، واقول له البيك تولز زي ما كنا بنشتغل، بيك تولز جيت فاستا. تمام زي ما قلنا الفاستا انبوت بتاعي هو، انا كده بقول له اللي جاي ده الفاستا انبوت بتاعي في الجينوم اللي انا لسه فاكه دلوقتي ال اتش اس دوت دوت فاستا خلاص كده. طيب والبيد فورمات بتاعي اللي انا هدخله، البيد الملف بتاعي اللي هو الباكس 5 اللي هو بتاع السامت اللي هم 300 اللي هو باكس 5 اندرسكور تي توب هيد سامت توب اسف 300 سامت دوت بيت خلاص. ايه بقى الفاست اوت بوت بتاعي؟ انا عايز فاست اوت بوت، انا عايز ملفات فاست، ملف فاست اوت بوت في الفاست سيكونس بتاعت اعلى 300، اعلى 300 او التوب التوب 300 سامت اللي هم 60 بيس بير لكل ايه؟ لكل بيك تمام.
فانا هسميه برضو هو باكس هنا باكس 5 اندرسكور توب 300 تمام اندرسكور سايز دوت اللي هيطلع ايه دوت فاست دوت اف ايه تمام واقول له انتر. المفروض ان هو كده طلع عندي نشوفه ال اس هنلاقيه بقى موجود هناك اهوت افتحه less backs 5 underscore t 300 summits dot fast هنلاقي هنا الملفات يعني كل ال 300 اللي كانوا عندي موجودين في شكل الفاستا بتاعتي تمام دول ال 300 بيكس ال 60 بيز بير اللي انا حددتهم عشان اعمل الموتيف اناليسيس تمام انا وصلت للاند كده هو الكيو خلاص طيب ام كنترول اي ونفض الشاشه شويه وبعدين هنا بيقول لي انت ممكن تعمل الكلام ده من على الويب براوزر هتستخدم بقى السميت فاستا اللي انت طلعته ده سميت فاستا ده تمام ممكن تستخدمه على الويب سايت اللي هي دي وتروح تجيب المين تول بس احنا مش هنعمل كده خلينا بس ممكن لو فتحناه بس كده نشوفه هو ده التول نفسها دي الموقع اللي هو ميم سويت الميم تول اهي تضغط عليها هو بيقول لك ازاي يعني تدخل بعد كده لكن احنا يهمنا ان احنا نشتغل بالكوماند لاين احسن يعني ده شكل التول يعني على الويب سايت احنا ممكن نعمل بقى الكلام ده زي ما هو قال كده بشكل لوكال يعني على الجهاز بتاعك هتعمل الكلام ده ازاي هنسيب الجزء ده بقى يعني انت ممكن تجربه مع نفسك وخلينا نعمل ده على التيرمينال تمام طيب هو بيقول انت تستخدم التول اللي هي الميمي فانت عايز تشوف يعني اكتب ميمي كده فهتشوفها طب نعدي الحته دي اللي هو الامر اللي هو الاولاني ده مش شرط تكتب يعني هناخد الامر الثاني خلينا نختصر برضه شويه وقت كده وافسر لكم الكلام ده هو مكتوب كوبي بيست شيفت مع كنترول مع في تمام طيب الكلام ده بيقول لي ايه؟ بقول له انا عندي عايزك تستخدم التول اللي هي الميمي دي تمام وانا دخلت لك فاستا فورمات تمام اللي هو الفاستا فورمات اللي احنا عملناه اللي هو التوب 300 سامتس دول 60 بيز بير لكل واحده الاوت بوت بتاعي هيبقى ميمي اوت ده هتطلع لي كده معناه انا بطلب له طلع لي دايركت تمام الدايركت ده هيكون في حاجات كتير اللي احنا هنشوفها دلوقتي الاون بوت بتاعي دي ان ايه تمام موتيف لدي ان ايه المينيمم رينج بتاع الموتيف بتاعت واحده او اللي انا هشوف هو الان موتيفز انا بتوقعها واحده لكل سيكونس تمام المينيمم وايد 6 والماكس وايد او وايد 20 يعني مساحه الموتيف دي من 6 ل 20 بيز بير تمام هنعمل انتر هيبدا بقى يشتغل ويدور ويشوف الدنيا فيها ايه ويشتغل على الويب سايت اللي احنا من هي اللي هي الميمي دي يعني تمام ويبدا يدور على الموتيفز اللي موجوده لل 300 دول هيعمل زي هيعمل الاينمنت ما بينهم يعني عشان يعرف ايه المتشابه ما بينهم وهيديني في الاخر موتيف على شكل لوجو هنشوفه على الويب سايت هنفتحه بفايرفوكس زي ما هنيجي دلوقتي الامر اللي بعد كده بحيث ان انا اشوف الموتيف بتاعي ده شكله عامل ازاي احنا طبعا في انتظار ان هو يخلص اهو خلص معايا تمام المفروض ان انا هيطلع لي اوتبوت دايركتري اسمه ميمي اوت فانا هعمل ال اس تمام هلاقي هنا بقى عندي دايركتري اسمه ميمي اوت اهوت طلع تمام هنفتحه انا عايز افتحه هنخش نشوف فيه جواه ايه هتلاقي في حاجات كتير قوي جواه سي دي ميمي اوت ال اس تمام انا يهمني فيه ان هو هنا في بي ان جي اللي هو البنج يعني واللوجو وشويه حاجات كده يهمني هنا الميمي هقول له بقى عشان افتحه هفتحه بالفايربوكس تمام واقول له ميمي دوت اتش تي ام ال واستناه يفتح تمام هو كده اتنقل للويب سايت بتاع الميمي ده هنا بيوريني الموتيف لوكيشن على موجود فين تمام كل واحده شكلها عامل ازاي تمام يعني كل سيكونس من دي ايه اللي موجود فيها
هنا شكل الموتيف نفسه، هنا ممكن اعمل له اكسباند كده واكبره، لو ضغطت عليه كده هي او فيو ايمج مثلا كده شفته، ده اللوجو بتاعي، ده الويب لوجو اللي انا عملته للموتيف اناليسيس، ده شكل الموتيف بتاعتي. يعني مثلا هنا في البوزيشن رقم 19 عندي السي والتي، السي اعلى من التي، هنا نفس الوضع، هنا مثلا تي سي واي تي بشكل كبير في كل ال 300، احنا بنتكلم على احنا بندخله المفترض ان انا مدخله 300 سيكونس، 300 سيكونس كل سيكونس 60 بيس بير، هو عمل ما بينهم الاينمنت وطلع لي الشكل اللي احنا شايفينه ده. لو رجعنا تاني للويب سايت او الايمج، عملنا باك زي ما قلنا كده، خلينا نكتب كده، ده اللوجو هنا ال 300، دول ال 300 سيكونس، ودول المنطقه اللي هي اللي انا حددت له انها المينيمم 6 وال 20، يعني من 6 ل 20، وبدا يدور فيهم، عمل مالتيبل سيكونس الاينمنت وطلع لي الشكل النهائي اللي احنا شايفينه ده من ال 300 بيس بير او من ال 300 سيكونس اللي انا دخلته ليهم على النيو. طيب خلاص كده انا طلعت اللوجو بتاعي، طلعت الموتيف اناليسيس بتاعتي، عملت الموتيف اناليسيس وطلعت الموتيف بتاعي. هل الموتيف اللي انا طلعته ده في شبه بينه وبين اي موتيفز ثانيه ممكن تكون لها علاقه باي حاجه ثانيه؟ الكلام ده عشان تعمله بتعمله على تول ثانيه، لو رجعنا هنا للويب سايت دي هتلاقي في تول ثانيه اسمها توم توم طم طم زي ما انت عايز، انا مش عارف المسمى ايه بالظبط. تمام، لو رجعنا هنا ثاني هنلاقي في هنا ادي الميمو وادي ايه اللي هي التوم توم دي. التوم توم دي انا هقارن ما بينها بين الموتيف اللي انا طلعته، لو في موتيفز ثانيه على داتا بيس ثانيه، يعني على الداتا بيسز ايه هي الموتيفز اللي موجوده اللي متحمله او متخزنه على الداتا بيسز، وخلاص معروف ان الموتيف ده خاص بالترانسكريبشن فاكتور ده، واللي ده خاص بالترانسكريبشن فاكتور ده. تمام، فانا هشوف الموتيف بتاعي ده في تشابه ما بينه وما بين ايه الموتيفز الثانيه من خلال التمتم او التمتم تي دي تول. الكلام ده ممكن برضه زي ما قلنا هعمله اونلاين يعني، او هعمله على ال على التيرمينال. تمام، خلينا ناخد الكلام ده كله هنا ونعمل له كنترول مع سي، هي نفس الفكره يعني، شيفت مع كنترول مع سي. تمام، وبعدين ناخد السطر الثاني واقول له نسيت الداتا بيز اللي هي متحمله عندي اصلا هنا على ال على الفيرشوال ماشين اصلا، كنترول مع سي، واقول له هنا كنترول مع بي، شفت مع كنترول مع بي، اسف سيفا، وبعدين اخد اخر سطر واقول له كنترول مع سي، خلاص كده بعدين كنت شفت مع كنترول مع بي، واقول له انتر. تمام، في هنا بسينك عندي، هشوف الباص اللي موجود فيه المشكله اللي فيه. بيقول لي كلمه موتيف دي مش جنبها في المسافه اللي المفروض تعملها. تمام، فين هي موتيف داتا بيز اتش تي ام ال؟ فانا لو انا كبرت دي شويه هيبان لي الخطا اللي انا بقول عليه. كنترول اوت اهي. تمام، كنترول مع ايه عشان اروح لو للسطر اقربي. تمام، المسافه دي يا جماعه دي ما كانتش موجوده لما انا بنقل، ما خدتش المسافه دي، فعمل الامر واقول له انتر. يعني انا اسف، عشان انا بقول له ان انا اشتغل مع دايركت هو مش موجود اصلا، فانا سي دي فين اصلا على الداتا، انفذ نفس الامر مش مشكله، هيطلع هيشتغل، هيبدا يدور لي دلوقتي على الداتا بيزز ايه التشابه اللي بين مين اقرب موتيفز ليا او الموتيف بتاعي ده موجود فين. هيكون موجود في تومتوم اوت اللي هو زي ما احنا مدخلين ده، اللي هو ده الاوتبوت بتاعي الدايركتلي اسمه تومتوم اوت. تمام، تمام، والانبوت بتاعي كان الاتش الميمي اتش تي ام ال. تمام، اللي احنا مدخلينه واللي احنا عاملينه، ودي الداتا بيزز اللي هو اشتغل عليها، دي كلها داتا بيزز هو اشتغل عليها. تمام، هنلاقي عندي هنا لو عملت ال اس هيطلع هنا، هنلاقي في تمتم اوت ده ولا تمتم اوت ده موجود الدايركت ده، هقول له فايرفوكس ممكن تفتحه يعني لو براحتك مش مشكله، لو انت عايز تفتح الدايركت فايرفوكس تمتم اوت، انا بدور على تمتم اتش تي ام ال واقول له انتر، هيفتح لي الصفحه بتاعت التمتم دي. ده بيقول لي هنا الكويري موتيف، ده الموتيف بتاعي انا. تمام، اللي انت مدخله اصلا، ودي الموتيفز الثانيه اللي هو متشابه
معاها، تمام؟ ان في نسبه منهم وبين تشابه كبير. زي هنا هتلاقي في باكس 5، ده طبعا انت بتاعك اصلا هو باكس 5، وهتلاقي هنا في الباكس 1 في تشابه، وهتلاقي في عندك الباكس 9، وهنا بيطلع لك بقى في البي فاليو والاي فاليو والكيو فاليو الاوفرلاب، يعني كل اللي انت محتاجه عشان تفهم التشابه ما بين الموتيف بتاعك والموتيفز التانية، تمام؟ وهنا ده الكوماند لاين اللي انت دخلته. كده نكون خلصنا البراكتيكال بتاع التشيب سيك بشكل كامل. ان شاء الله يكون في استفاده. طبعا هو الكويستشن هنا سهل، ما فيهوش حاجه، ان واتش موتيف واز فاوند تو بي ذا موست سيميلر تو يور موتيف، تمام؟ فانت هتجاوب السؤال ده بمنتهى البساطه. ما كانش في بلاس تاني برضه، هتلاقي هو ده السؤال الوحيد تقريبا في الحته دي. فانت هتعمل له يعني برنت سكرين للموتيف بتاعك اللي انت لقيته، وتحطه له في الاجابه يعني بشكل عام. اتمنى تكونوا استفدتوا من من البراكتيكال ده، وقدرتوا تعرفوا ازاي نمشي يعني ستيب باي ستيب من البدايه خالص، ازاي نعمل بري بروسيسنج اصلا. طبعا احنا كنا قاعدين الخطوه دي، بس ازاي تعمل بري بروسيسنج فاست كيو عندك، وين تعمل له الاينمنت وسورتنج، تعمل كل الحاجات، تطلع البام وتطلع السام طبعا والبام، وبعدين تخش تطلع البيج جراف والبيج ويج، وتعمل بيج كولينج، وتطلع المتيب وتعرف الريجن بتاعتك اللي موجوده، وتعمل انسبكت، وتعمل الجين المرتبط، تعرف الجين المرتبط بيه البايندنج او المرتبط بيه الفاكتور بتاعك او الترانسكريبشن فاكتور انه واحد. كل دي حاجات انت تقدر بعد كده تستخدمها، وان انت تكتب بيبر كويسه بمعلومات وانت واثق منها. بالتوفيق ليكم، وأشوفكم في الموديل الجاي. شكرا، السلام عليكم.